أسرع تعيينات لرئيس المنتخب، فقد عين الرئيس ترامب 12 وزيرا في إدارته خلال 12 يوما، لكن 4 منهم سجالية تنذر بمواجهة في عملية المصادقة عليهم في مجلس الشيوخ. نبدأ ببيت هيكسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع، والذي تلاحقه اتهامات بالتعدي الجنسي على امرأة في كاليفورنيا رغم عدم تقديم شكوى قضائية رسمية. الصحف الأمريكية تقول إنه دفع لها مبلغا من المال والعلاقة كانت توافقية، لكن بعض المشرعين يرون هيكسيث يفتقد أيضا للخبرة في إدارة أكبر الأجهزة البيروقراطية وهي وزارة الدفاع، التي توظف حوالي 3 ملايين شخص بميزانية تقترب من نحو 9 مليارات دولار. المرشح لمنصب وزير العدل مات جيت يتهم أيضا بعلاقات مع قاصرات، مما أدى إلى تحقيق في اللجنة الأخلاقية في الكونغرس، لكن التقرير لم ينشر حتى الآن، ويتهم أيضا بافتقاده للخبرة. وزير الصحة بوبي كينيدي جونيور يتهم بالترويج لنظريات المؤامرة ويشكك في فعاليات اللقاحات، ولا يملك خبرة طبية لإدارة وزارة الصحة. وأخيرا تولسي جيبرت التي رشحت لمنصب مديرة الاستخبارات العامة تتهم بترويجها لروسيا ولنظام الأسد وعدم قدرتها على التعامل مع 16 وكالة استخبارية تشكل الوزارة. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يرى أن كل الوزراء سيتم المصادقة عليهم في مجلس الشيوخ الجمهوري، لأن الشعب الأمريكي أعطاه تفويضا لقلب نظام الدولة العميقة كما قال.